السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. بلاش كي شفتو اختي دكاش تعرفتوني بانني كاينه عند واحد السيده نقافه. هاد السيده هادي البنات كتكري دكاشط افراح شماليه. هانا البنات غادي نوريكم ان شاء الله هاد الحويجات اللي عندها، عندها داكشي ديال العرايسات واعر واعر واعر. وقبل اختي ما غادي نبدي الفيديو، بغيت نقول لكم كالعاده هودو خليو جيم، بارطاجيو الفيديو، ايوا اختي، وخليو واحد التعليق زوين كما الفيديو اللي فات. يلا البنات ما نطولش عليكم، وبالنسبه للعنوان السيده راه كاينه معايا في القصاريه، خليكم معايا انا غادي الثالثه اللي ديال الفيديو نوريكم العنوان. هانا اختي، هانا انا وليت لكم عروسه من جديد، تبارك الله ما شاء الله، عندها داك الشيء رائع. هانتوما اختي شوفوا لي الطرحه، عرفتو راه عندها كسبه فنه 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 العرايسات. اختي بغيتي شي حاجه؟ انا غادي نخلي لكم نمره التليفون ديالها، واللي بغات شي حاجه تواصل معاها وتقول لها من طرف دنيا. واختي ومرحبا بكم، اللي ما عرفتش كاع ما عرفتش تجي عندي المحل نودها عند السيده. بالنسبه للبسه ديال العرايسات ها نتوما، يعني ما غاديش تحشموا، غادي تبرز اختي كي الاميره. شوفي انا غادي نوريكم ان شاء الله موديلات اخرين، خليكم معايا. هانتوما البنات شوفوا لي عاوتاني اللبسه الزاوجه، الصراحه هاد اللبسه هادي هبلتني انا. شوفوا هانتوما من القدام ديالها دايره، صراحه رائعه 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 اللبسه ديالها، فنه يا البنات. انا اختي عاودت لكم العرس من الاول. مرحبا بكم عند فكريني بالسميه، افراح الشمال، افراح الشماليه، افراح الشماليه اختي، افراح الشماليه. مرحبا بكم عندها، اللي جات عندها تقولها من طرف دنيا. وراه كما قلت لكم في الاول راه ما عندهاش اختي غير ديال العرايسات، عندها حتى ديال الحضور، غادي نوريهم لكم ان شاء الله. غير خليكم معايا في الفيديو من الاول حتى للتالي، ومرحبا بكم. عاوتاني على هذه اللبسه اختي شوفوا لي عاوتاني، نقول لكم كما قلت لكم في الشيله، نقول اختي تبارك الله. ها نتوما شوفوا ما شاء الله، عندها قلت لكم كسيوات رائعه. شوفوا البنات هي راه عندها هنايا، راه جابت غير كما نقول شويه ديال الحوايج، ما جبتيش كلشي، جبتي لي الحويجات الاخرين خديتيهم عندك في هنا في الديكو. اها المهم بالنسبه للجلسه ديال العروسه البرزه، وبالنسبه للضيافه كلشي راه عندها في جهه اخرى، هنايا جابت غير هكا الدكاشط وكلشي، يعني اللي بغات تجي مرحبا بيها. خليكم اختي الفيديو مازال ما كمل، هنايا راه باقي لي عاد واحد جوج لبسات غادي نوريهم لكم ان شاء الله. البنات هانا اختي، هانا شوفوا لي عاوتاني هاد الكسوة جاية فنة فنة في اللبسة ديالها. هانا اختي هانا مزيان باش نوريكم، علاش قلت لكم عندها كسيوات واعرين واعرين، يستاهلوا انهم بنادم يجي يبرز بيهم. هانتوما شوفوا تخليو لي في التعاليق وقولوا لي كي جيتكم. ها انتم البنات، ها انتم دركي نكمل ترتيب ديال العرايسات، واخا هي راه ما تبارك الله راه عندها بزاف، انا داكشي اللي لبست لكم داكشي قليل، يعني غير باش نعطيكم فكره، وتبارك الله تنقاف داكشي لحقو طريقو خفيفه، يدها خفيفه تبارك الله يا كجمعه. ها انتم البنات شوفوا لي هذا النوار هذه نتاع الحضور، اللي بغات هكا تكري مرحبا بها، تقدري تعطينا فكره على الاثمنه تاع الحضور؟ اثمنه 100 درهم ما تحتها ما عقل ما 100 درهم 100 درهم صدمتينا اختي 100 درهم البنات اللي بغات تجي عند جمعه مرحبا بها. افرح الشماليه، افرح الشماليه اختي، انا غادي نوريكم تقيشطات، شوفوا بحال هذا كاين الناس ديال الغرب اللي متبعيني كيقولوا لك اللبسه، واه اللبسه اه هذيك هذه هي هذه ليجه ليجه هذه راه عندها، انا غادي نقيس لكم هاد الليجه تشوفوا، يا ما نقيس لكم هذه يا ما هذه، وراه عندها بزاف ديال لي موديل اخرين كما قلت لكم. انا هنايا راه جايبه
غير كيما نقولوا حاجه قليله راها مازال ان شاء الله راها عاد يلا حلت معنا هنا في القيصريه ومازال راه عندها ما يتشاف. انا هذه كيما قلت لكم في الاول نخلي لكم نمره التليفون ديالها اختي وتواصلوا معاها وقولها احنا من طرف دنيا. وكيما شفتوا يعني بالنسبه للبيسات شوفوا بحال هادي اختي تقعد تمشى في القاعه وهي تبقص. ها انتما اختي الجهر هذه 100 درهم راه جاتني انايا راه. وشفتوا في هذه الوقيته يعني في هذه الوقيته ما يلقاوش لا في هذه الوقيته ما يلقاوش بهذا الثمن. راه كاين الاثمنه طالعين بزاف يعني راه دايره لكم ثمن معتبر. مرحبا بكم. انا غادي نقيس لكم الاخرى وقولوا لي شوفوا لي عاوتاني هاد الثلجه كي جاتني صراحه واعره روعه روعه روعه. شوف هانتوما منظركم اختي دوركم نوريكم هانتوما نهبط لكم شويه تليفون انا اختي شوفوا اللبسه الداخل كي دايره. بالنسبه هكا الحزاز انت هما تكريهم بها بالحزامه اختي 100 درهم بها بالحزامه اش بغيت اختي اش راكي باغيه تخطفي صراحه والله القسم البنات الا راها دايره لكم ثمن معتبر وانا عارفه هاد الوقيته هادي والله ما يكريو لكم بهذا الثمن. عندكم شهر 6 التالي شهر 7 شهر 8 هادو كيكون الغلا ولكن باش تلقاي كشيطه هكا واقفه بهاد الكاليتي ديالها وهاد الهمه وبالحزامه من الفوق 100 درهم انا حفاتها لينا هاد السيده تبارك الله عليك اختي الصراحه فنة فنة فنة. حتى هادي البنات ديال الكريه هادو اللي راني نلبس لكم دركي في التالي ديال الكره هادو هما اللي راني نقول لكم 100 درهم بهم الحزيزيمات ديالهم. انتما اختي ركزوا لي ركزوا لي على هاد الحجر اللي دايره ما شاء الله كيبقى عطي ديك اللمعه واعره انا اختي هنا وجايين هنايا هانتوما نوريكم في الجناب. المهم هنايا الفوق هانتوما كي دايرين التليفون ما شاء الله ما كيبين لكمش حتى لتحت وهنايا جايين محلولين في الجناب. شوفوا البنات عاود ثانيه نهبط لكم هكا شويه الكاميرا باش كي نبعد تبان. شوفوا عاود هادي تليجه كنت لبست لكم في الاول الزرقاء شوفوا لي عاود هادي رائعه رائعه في اللبسه ديالها. ها نتوما جايه هنايا جايه فيها عاوتاني هنايا الحجر ومطروزه فنه. شوف اختي شوفي شوفي اختي الزين شوفي انا اختي تبارك الله ويجات واعرين. بالنسبه اختي جمعه انا عارفه غادي يسولوني على حساب لي طاي الكبار هكا بالكاش كلش لباس اي رقيقه غليظه ها نتوما الغليظه والرقيقه كامل كلشي عندها ها نتوما اختي عندها كلشي مرحبا بكم. المهم البنات انا هنايا غادي نختم لكم الفيديو تهلاو في راسكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد ولوكاليزاسيون تلقاوها مور هاد البوسه باي باي. بالنسبه لوكاليزاسيون البنات نفس الطريق نفس الدخله اللي كتدخلوا عندي جاي حدا الشاب انقاد طلعوا معها الدروج اللواله غادي توصلوا لهاد الدرجات هادو غادي تدوروا على يدكم اليمين فين تلقاو هنايا هاد الطابله غادي تدوروا على يدكم اليسار المحل ديالها هو هاد القنتاني. المهم راها عاد مدلعه حيت انا هاد الفيديو هنايا هذا صورته لكم الصباح. يلا البنات ما تنساوش لا جيم ما تنساوش تعاليق وتبارطاجيو الفيديو. بيزو ليكم.